نرحب بمعالي رئيس قبرص نيكوس أنستيتيادس. في البداية أرحب بك معالي الرئيس، وكيف تصف هذه العلاقة المصرية القبرصية في هذا التوقيت؟ طبعا هذه العلاقات هي الآن في أفضل مستوياتها، كانت علاقات طيبة ولكنها الآن في أفضل مستوياتها، وعلاقات أخوية تربطنا، علاقات تعتمد على الاحترام المتبادل ومبادئ الأمم المتحدة، وهناك دعم وتعاون بيننا في كثير من المحافل الدولية، وطبعا نحن ككبرص نقوم بدور داعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه الرغبة في توطيد العلاقات بين الجانبين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تتبلور في إطار هذه المؤتمر الذي يعقد الآن وسوف نواصل. العلاقة المصرية القبرصية لها تاريخ طويل وممتد على مدار سنوات، لكن مستقبل هذه العلاقة في ظل وجود بعض الشراكات الاقتصادية الجيدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا خاصة في مجال الغاز، كيف ترى مستقبل هذه العلاقة؟ طبعا هذه العلاقات تعتمد على أسس قوية، وعلى هذه الأسس القوية التي بيننا تم بناء ما نحن في اليوم، وهذه التعاون سوف يؤدي إلى أفضل النتائج، ولا سيما في مجال التعاون في مجال الطاقة، وهذه العلاقات نمت وسوف تنمو، وذلك بفضل حكمة الصديق العزيز رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. لكن هناك تحديات جامة خاصة فيما يخص الجانب التركي تجاه هذه المشروعات ما بين مصر وقبرص في مجال غاز المتوسط، كيف تصف هذه التحديات وكيف يمكن العبور منها بسلام؟ طبعا مصر وقبرص لا تقومان باستفزاز أي طرف آخر، فتقوم علاقاتهم على احترام قانون البحار، ولا تريدان أي نزاعات مع تركيا، ولكن تركيا من خلال ما تقوم به ضد قواعد القانون الدولي هي التي تؤدي إلى هذا الموقف الصعب. نحن لا نريد أن نستفز أحد طالما يحترم السيادة واستقلالية واحترام متبادل بين جميع الدول.